تمام، الا لو طلع هو لوحده في الروم اير خلاص يبقى هو ونصيبه بقى. ممكن استخدم انوتروبس تمام. If science or peripheral under perfusion, discuss using fluid bolus and inotropes, dobutamine والميليرينون with cardiac center, arrange local echocardiography if available. طيب يبقى احنا كده بسرعة، ده المونيتورينج، واتكلم عن الفنتيليشن تمام، واتكلم عن التارجت بتاعي اللي همشي بيه، والانوتروبس ممكن استخدمها. طيب restrictive atrial septum signs بيبقى فيه severe cyanosis. معلش هو يقصد ايه restrictive atrial septum؟ هو يمكن يقصد ان هو ما فيش اي اس دي، ولا مثلا ما فيش حتى البيتنت فرامن اوفال، يعني ما فيش اي ميكسنج على مستوى الاتريوم ولا ايه؟ مش عارفين يعني. طيب ممكن تيجي ان شاء الله. الساينس بتاعتي بيبقى فيه سيفير ساينوزيس، في كول بريفريس وبالور ريسبيراتوري ديستريس، ذا اكس راي ساينس اوف بالمونري ايديما، بالمونري ايديما وذ ريليتيفلي نورمال هارت سايز. ان كونتراست اف اتريال سيبتم از نون ريستريكتيف pulmonary congestion with cardiomegaly and prominent right heart disorder is likely. تاني يبقى X-ray signs of pulmonary edema ده في restrictive. ده معناته pulmonary edema معناته ان ال left heart هو اللي فيه مشكلة. In contrast if atrial septum is non-restrictive مفهوش restriction تمام pulmonary congestion with cardiomegaly and right heart disorder. اه بالظبط كده، متهيألي هو كده. لانه لو في اي اس دي او يعني في شانتنج ما بين الليفت والاتريال والرايت اتريوم، طبعا في الحاله دي هيبقى هيبقى ايه؟ هيبقى ليفت ورايت شانت، فبالتالي هيعمل رايت فينتريكولار هايبرتروفي. ففي الحاله دي بقى في رايت هارت رايت هارت بوردر از لايكلي. مش عارف. طيب خلينا نبقى نبحث فيها. طيب ده مي ريكواير بالون اتريال سيبتوستومي اس ان ارجنت بروسيجر اف تو انستيبل فور ترانسفير اور نو بيتس ات كاردياك سنتر، كاردياك تيم مي بيرفورم as emergency outreach procedure. يعني ده بعملها كحاجه initial step كده، بعمل يعني ensuring للميكسينج، ده كل ده duct dependent تمام، بعمل ensuring لل يعني بعمل انا artificial ESCD، انا بفتحها انا علشان خاطر يحصل الايه، يحصل اللي هو الميكسينج ده. طيب لو في بقى high pulmonary blood flow especially in left sided lesions as hypoplastic left heart syndrome، لو في high pulmonary blood flow البرزنتيشن بتاعي بيجي شكله ازاي؟ if there is too much pulmonary blood flow due to pulmonary steel phenomena، يعني ال pulmonary blood زايد بياخد من ال من ال right ventricle وبياخد من الدم اللي هو المفروض كان يطلع من left ventricle، the baby may have high or near normal saturations عشان خاطر الميكسنج ده، وممكن كمان يكون عنده كمان high saturation. الميتابوليك اسيدوزيس with rising lactate، بيزيد اللاكتيت معايا هنا. طيب بيجي كمان البيبي بلو بلاد بريشر especially low diastolic تمام، لان هو خلاص حصل اللي هو البلمونري ستيل فينومينا، فبالتالي الدايستوليك بلاد بريشر هيقل كتير يعني. وبيبقى فيه كول بريفرنس لانه برضه ذا بلاد از شانتد فروم ليفت تو رايت، وبيبقى فيه طبعا تاكي كارديا. المانجمنت اللي هو بتاع الهاي بالمونري بلاد فلو ده ايم تو امبروف برفيوجن اند اسيدوزز باي بالانسنج سيستميك فيرسس بالمونري سيركيليشن، بحاول قدر الامكان نعمل بالانس ما بين الاثنين. ديسكاس ارجنتلي وذا كارديا سنتر intubate and ventilate technique as above
يمكن بعمل فنتليشن عشان خاطر ازود البالمونري، يعني بعمل زي بريشر على البالمونري بيد بحيث ان هو ما يزيدش البالمونري بلاد فلو ده، وفلود بولاسس اند انوتروبس اس نيدد. طيب ده كده هنرجع برضو. صفحة 3. طيب برضو الاي سي جي هنأجلها تمام، وندخل على الهارت فيلير. اوكي هنا الهارت فيلير في نيو نيدز الديفينيشن، congestive cardiac failure occurs when the heart is unable to pump sufficient blood to meet metabolic demands of body tissues. Underlying cause may be cardiac or non-cardiac. يعني ممكن يكون الهارت فيلير ده secondary لحاجة تانية. ال causes بتاعت اللي هي non-cardiac بدأ هو بالnon-cardiac. تمام؟ أشهر حاجة طبعا السيبسيس لو في هايبوكسيا، ولو في أنيميا البوليسايسيميا وفلود اوفرلود، انا عمال ادي فلود اوفرلود، او اي في مال فورميشن بيحصل اللي هو في الستيل فينومينا دي في مكان ما، والبالمونري هايبرتنشن. كل الحاجات دي طبعا ايه كاردياك. كاردياك ليجن في ليفت فينتريكولار فلو تراكت اوبستراكشن تمام، اللي هي الاورتيك ستينوزس والكواركتيشن والحاجات دي، ولو في ليفت تو ران تمام سي انكريز ذا ليفت تو رايت شانت، يمكن قصده على الفي اس دي والحاجات دي برضو، ولو في اريزميا او لو في تي جي اي تمام. ال ليفت فينتريكولار اوت فلو تراكت اوبستراكشن، حالات الهايبوبلاستيك ليفت هارت سيندروم، كريتيكال اورتيك ستينوزس، لو في كواركتيشن، لو في انتربتد اورتيك ارش، كل الكلام ده معاد برضو. كلينيكال ديفرنشيشن بتوين ان اوبستراكتد سيستميك سيركيليشن and severe sepsis is extremely difficult. يعني انا لانه الاثنين بيبقى فيهم شوكد والاثنين بيبقى فيهم هايبوبرفيوجن، والنيونيس طبعا ما بقاش فيهم فيفر ولا الحاجات دي، بالعكس بيبقى فيهم كمان هايبوثيرميا، ودي برضه بتمشي اكتر او بتمشي برضه مع الليفت فينتريكولار اوت فلو اوبستراكشن. فبالتالي ان انا افرق ما بين ليفت فينتريكولار اوت فلو اوبستراكشن او ليفت سايدد اوبستراكشن والسيبسيس بتبقى شويه صعبه. difficult as a murmur and weak pulses can be common in post, for baby in extremis presence of abnormal pulse alone is sufficient indication to start a prostaglandin. يعني ايه baby in extremis؟ يعني اقصد اللي هو يعني severe unstable يعني. طيب ده sufficient to start prostaglandin infusion until a cardiac lesion has been excluded by echocardiography. طيب ايه هي symptoms والساينز بتاعت اللي هو الهارت فيلير في نيونيتس؟ تاكيكارديا، تاكيبنيا، هيباتوميجالي، اكسسيف ويت جين، هايبوتنشن، ميرمر، كل دي ساينز معاه وسيمتومز، ابنورمال فيمورال بالسيشن تمام. In obstructive left heart lesion, femoral pulses may not be absent if duct is still patent. يعني لو في في obstruction على left side على أي مستوى بقى، ممكن في الحالة دي الfemoral pulsation لو 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 الobstruction ده preductal، في الحالة دي ممكن أحس الfemoral pulsation. لأن يعني الduct بيبقى هو ده duct dependent، فبالتالي بيوصله blood عن طريق ductus arteriosus. لكن اذا في ويك فيمورال بالسيشن ممكن يكون سيجنيفيكانت في حالات لو الكواركتيشن ده او الاوبستراكشن ده بيبقى بوست داكتال. طيب الانفستيجيشنز اللي عاملها في الهارت فيلير، البلاد جاز برضه بما فيهم اللاكتيت والتشيس اكس راي، نفس الموضوع اللي خدناه قبل كده، لوك فور كارديو ميجالي اند بالمونري اديما، بعمل ايكو لو متاح، وبعمل بري اند بوست داكتال ساتوريشن في الرايت ابر ارم وفي اللور limbs، والبوست داكتال ساتوريشن كان بي considerably lower than pre-ductal in aortic arch defects. اللي هو الديفرنس اكتر من 2% is significant. مره يقول 2 مره يقول 3.
طيب treatment of cardiac failure due to obstructive heart disease. دول if left sided obstruction lesion suspected, treat with inotropes and use diuretics cautiously. وهنا هيدي inotropes علشان خاطر ال poor peripheral perfusion. ويمكن هيدي diuretics بس بحرص شديد يمكن عشان خاطر ال pulmonary congestion. فالاثنين مع بعض inotropes و diuretics بتبقى محتاجة حرص شوية. طيب بعمل resuscitation طبعا لو انا محتاجه. الروتين intubation is not indicated في الحالات دي, في حالات الهارت فيلير. بعمل intubation and ventilation babies presenting لو البيبي ده جاي collapsed من الاول or with obvious cyanosis in association with cardiac failure. وفي cyanosis significant ومعها cardiac failure ممكن اعمل intubation and ventilation. If apnea occurs secondary to prostaglandin زي ما خدنا قبل كده, intubation to with the baby but don't alter the infusion. ما بغيرش البروستاجلاندين بتاعتي الا اذا كانت اعلى من 20. طيب البريثنج طبعا بمشي على الفنتيليشن بتاعي وفنتيليت وذ بيب 5 تو 6 تمام. هو في الهارت في الداكت ديبندنت كان بيدي البيب على 4 تو 5, هنا بيدي بيب 5 تو 6 ده في الهارت فيلير. ادجست فنتيليشن sits to maintain CO2 5 to 6 وال pH يكون عندي اكتر من 7.5, يعني اكتر من 7.5 ده accepted يعني في الهارت فيلير. سيركيليشن بعمل سبورت للسيركيليشن بركب فاسكولار اكسس with 2 IV lines or umbilical venous catheter تمام. Where presence of cyanosis and a murmur suggest the baby likely to respond to prostaglandin infusion. Presence of cyanosis and a murmur suggest the baby likely to respond to prostaglandin infusion. يعني لو في cyanosis أو لو في murmur ده بي غالبا ممكن يستجيب للبروستاجلاندين اللي أنا عطيته. طيب هنا البروستاجلاندين infusion to maintain the ductal patency تمام. Open duct with دينوبروستون اللي هي الاي 2 او كده, وجاي برضو الجرعه من ببدا من 5 ل 10 تمام, ومي بي انكريز لغايه 50 بات اونلي اون كارديولوجيست ادفايس. كل الجرعات دي متهيألي مش مطلوبه مننا. مونيتور بلاد بريشر انفيسيفلي تمام, ايديالي يوزنج ا بريفرال ارتيريال كانيوليشن راذر ذان ان امبليكال ارتيريال كاثيتر. قدر الامكان بستخدم الايه البريفرال لاين. طيب الكارديك اوتبوت برضو بعمله سبورت. اسيز ذا كارديك اوتبوت ات از لايكلي تو بي لو وين ذير تاكيكارديا, لما يكون في بيرزيستنت تاكيكارديا او ذا بلاد بريشر از ريمينز لو, ولو في اسيدوزيس تمام. كل دي الحاجات بتاعت السيبسيس وبتاعت الشوك. ولو في هاي لاكتيت بريفرال بيرفيوجن از بور, وانشور بروستاجلاندين انفيوجن ان هو يكون ادكويت عشان برضو الدكت. طيب هون كاردياك اوتبوت از لو, الحاجات دي كلها ممكن اكتشف بيها انه في يكون لو كاردياك اوتبوت. طيب لما يكون هو بقى اوريدي خلاص كاردياك, اذا كاردياك اوتبوت از لو انشور اديكويت انترا فاسكولار فوليوم تمام, ونعمل كوركشن للانيميا لو موجوده, ودوبيوتامين مي بي ريكوايرد بيرفيوجن, واجين ديسكاس ويز ريجنال سنتر فور تشويس اوف اينو احول البيشنت ده لو انا محتاجه. طبعا محتاج ان انا احوله. بيبي ماست بي كيبت وارم اند نورمال جلايسيميك, ده اثناء التحويل لازم يكون التمبريتشر بتاع الضانه يكون البيبي كيبت وارم تمام, تو افايد هايبوثيرميا والشوك والاكسجريشن اوف ذا شوك, وبرده النورمو ولازم البيبي ده يكون مينتيند جلوكوز ليفل. طيب ديسكاس فيردر مانجمنت اند ترانسفير ويز ريجيونال كاردياك سنتر. Babies who respond to prostaglandin infusion may not need transferring out of hours. يعني يقصد انه لو مش محتاجين ان انا احوله في بالليل مثلا او في الاوقات الصعبه, بحوله في الاوقات العاديه لو هو responding على البروستاجلاندين. يعني انا اظن كده يعني.
appropriately skilled medical and nursing staff are necessary for transfer, لأنه ممكن أي حاجة تحصل في الطريق فلازم يكون الستاف اللي يحاول يكون well trained. Intubation and intubated baby requires a cardiac center. ITUPED. Don't intubate routinely for transfer. طيب intubation امتى؟ لو في continuing metabolic acidosis and poor perfusion. تمام؟ لو في long distance transfer. لو inotrope support needed. لو انا ماشي على inotrope. لو في apnea ولو recommended by the cardiac team. لو هو قال لي خلاص طيب وبعته. طيب الهارت فيلير امتى امشي من الكارديك سنتر؟ The baby may go home or return to pediatric ward. يعني ممكن يروح البيت وممكن يرجع لي تاني. Possibly on a prostaglandin infusion whilst awaiting surgery for continuing care after a palliative procedure. يعني ممكن يروح يعمل مثلا سيبتوستومي او يحصل يعملوا له stabilization او كده ويرجع لي تاني, او لو هو خلاص يعني very stable وبس منتظر surgery ممكن يروح البيت. المانجمنت بلان بتاعي regardless of the outcome obtain a management plan from the cardiac center. لازم البيشنت او انا لما استلم العيان تاني لازم يكون معايا بلان من الكارديك سنتر, ده بيكون متوضح فيها acceptable vital signs. يعني ايه هي الفيتال ساينس اللي انا يعني اعتبرها دي الاكسبتد بالنسبه له, بالذات الساتوريشن والميديكيشنز اللي هياخدها بما فيهم الدوسج برضو والفولو اب ارانجمنتس امتى هيرجع لهم تاني وامتى يعني اقدر احوله لهم تاني. طيب الانكريز ليفت تو رايت شانت طيب ريكوجنيشن اند اسسمنت ديفينيشن اني ليجن كوزنج انكريزد بالمونري بلاد فلو. طيب ما هو لو في increasing pulmonary blood flow يبقى متهيلة يبقى right to left. طيب that definition. Any lesion causing increased pulmonary blood flow usually presents with pulmonary resistance falls after 48 hours. يبقى pulmonary resistance بتنزل يعني during or after the first 48 hours وبالتالي left to right shunt بيبقى significant في الأوقات دي. Size and the type of lesion will influence the time of presentation. على حسب الحالة بيحدد لي أكتر البيشنت ده يعني هي present إمتى. Differential diagnosis بتاعت الحالات اللي فيها left right shunt لو الـ atrioventricular septal defect لو complete or partial, وحالات كمان الـ VSD والـ truncus arteriosus وحالات الـ BDA persistent ductus arteriosus. الـ investigations بعملها له برضو chest x-ray و echo و chest x-ray looking for fluid overload, لان لو في fluid overload يعني ده لو في fluid overload في chest ده غالبا ممكن يكون في left to right shunt. المانجمنت if in cardiac failure لو البيشنت ده في cardiac failure خدناه قبل كده give immediate dose of diuretic عشان اقلل ال pulmonary congestion. May require maintenance diuretics, ممكن احتاج ان انا امشي على طول على diuretics, وبرضه في الحاله دي برضه باخد راي الكارديولوجيست وفي الغالب بياخد فلوزيمايد اللي هي الجرعه المعتاده بتاعته 1 ملي جرام بير كيلو جرام توايس ديلي او الاميلورايد 100 توايس ديلي برضه اورال. تمام discuss with the cardiac center for definitive management and follow up. هو يعني شوية عندهم بيتكلموا بالتفصيل كتير شوية. طيب ندخل على الهايبوتنشن. طيب ده برضو بيتكلم عن الهايبوتينشن اني ونيتس. هنا الهايبوفوليميا is an uncommon cause of hypotension in the preterm newborn. يعني الهايبوفوليميا is uncommon في كسبب في انه يعمل له هايبوتينشن.
excessive volume expansion can increase mortality. فخلي بالك مش مجرد ان هو عمال هو هايبوتنسيف نديله بولاسس, لان الاكسسيف او الفوليوم اوفرلود ممكن هو يعمل لي مشاكل اكتر. بس لو سمحت يا دكتور, هو الهايبوتنشن اقل من اسجاد؟ مش سامع يا دكتوره. اقل من كام؟ والله احنا في الان اي سي يو الهايبوتنشن يعني لو المين ارتيريال بلاد بريشر اللي هو المين ارتيريال بلاد بريشر اللي هو الماب, الرقم يكون اقل من الجستيشنال ايج بتاع البيبي. بمعنى لو مثلا هو البيبي ده 34 مثلا 34 ويكس جستيشنال ايج, لازم يكون الماب بتاعي 34 واكثر. الجهاز بيحسب لي الماب, بيديني الماب بيدي السيستوليك طبعا وبيدي الدايستوليك وبيحسب الماب, لكن رفلي كده الماب ده بيتحسب اللي هو تلت الفرق زائد الدايستوليك. يعني بشوف بطرح الدايستوليك من السيستوليك, الفرق اللي بيطلع لي ده باخد تلته وبضيفه على الدايستوليك اللي موجود عندي يديني الماب, لكن هو الجهاز هو اللي بيحسبه. هو جايبه هنا هو ده حتى هو. بس لو سمحت يا دكتور, هو انا بدي اسالك بشكل عمل يعني الشغل بس ما الو معلش. ايوه اقول لك يعني انا محتاجاها اكثر بشكل عملي عشان الشغل كمان. ممكن تعيد لي, ممكن حضرتك تعيد لي كيف نحسبها بس الطريقه مالتكم؟ والله هو يعني هو غالبا لها كذا طريقه, بس اللي انا يعني اعرفها اللي هو طبعا الجهاز زي ما بقول لحضرتك هو الجهاز بيجيبها تمام, لكن رفلي بيبقى تلت الفرق, تلت الفرق السيستوليك عن الدايستوليك بضيفه على الدايستوليك. يعني مثلا اذا قلنا مثلا الجهاز عطيني مثلا 60/25 اوكي, فكده الفرق بيناتهم يبقى كام؟ يبقى 35, تلتهم يبقى تقريبا 11 مثلا, ضيف ال 11 دي على ال 35 يبقى 36. طيب ال 36 دي كويس, ال 36 دي بشوف الجستيشنال ايج بتاع البيبي بتاعي. لو البيبي ده 36 اسبوع او اقل يعني 34 اوكي ده اكسبتد, لكن لو البيبي ده فول تيرم او مثلا 37 لا بعتبر هنا لو. طيب شكرا, الف شكر. هو هنا جايب اهو بيقول threshold for intervention aim to maintain mean arterial blood pressure more than or equal to gestational age in weeks. تمام, aim for even higher mean arterial blood pressure in cases of persistent pulmonary hypertension of the newborn. يعني لو البيبي ده عنده persistent pulmonary hypertension يمكن احتاج اكتر ان انا اعلي المين arterial blood pressure علشان اقدر اتغلب على البلمونري هايبرتنشن اللي عندي دي. طيب ريكوجنيشن اند اسيسمنت, بعمل اسيسمنت للبلاد بريشر, ميجر ذا مين ارتيريال بلاد بريشر باي دايركت انترا ارتيريال بلاد بريشر لو متاح عندي, امبلايكال ارتيريال كاثيتر تمام, او بريفرال ارتيريال لاين, او اوتوميتد اوسيلومتري دايناماب اللي هو الجهاز العادي دايناماب has limited accuracy in hypotensive preterm babies usually overread blood pressure in the lower ranges. يعني لو جهاز يعني ممكن يكون البيبي ده هايبوتنسيف والجهاز عطيني قراءة أعلى شوية, فخلي بالي من النقطة دي. طيب assess as many of the following indices of tissue perfusion as possible thresholds for abnormality in brackets. طيب الكابيلاري ريفيل تايم لازم يكون يعني في لو البيبي ده شوكد او هايبوتنسيف بيكون في الحاله دي الكابيلاري ريفيل تايم بتاعي اعلى من 3 سكندز, ال 2 كور تمبريتشر ديفرنس اعلى من 2 سنتيغريدز, واليورين اوتبوت ليس ذان 1 ام ال بير كي جي بير اور. في الحاله دي فعلا ممكن يكون عنده هايبوتنشن وعنده لو بيرفيوجن فبالتالي عطاني يورين اوتبوت لو, والبلاد لاكتيت مور ذان 2.5 مور ذان 2.5 ممكن يبقى يجيبها بعدين في سيناريو ولا حاجه, فنخلي بالنا من الرقم ده. بلاد لاكتيت في الهايبوتنشن بيبقى اعلى من 2.5. طيب كوزز اوف هايبوتنشن سيبسيس
ده اعلى ده ده اشهر سبب له، والاكستريم بريماتوريتي، ولو في تنشن نيوموثوراكس طبعا بيعمل اوت فلو اوبستراكشن، والبلاد لوس لو في حصل له بلاد لوس، ولارج بيتنت داكتس ارتريوزس، فبالتالي جزء كبير من البلاد ورايح من الاورطه على البلمونري ارتري. لو في بقى بور مايوكارديال كونتراكتيليتي تمام، لو في كارديوميوباثي، ولو في فيري لو بيرسويت او هايبوكسيا وكارديوميوباثي وهايبوكالسيميا، كل الحاجات دي بتعمل لي بور مايوكارديال كونتراكتيليتي. والبوليوريا سكندري تو جلوكوزوريا، البيبي ده ممكن يكون عنده هاي جلوكوز من الانفيوجن او من اي سبب تاني، وفبالتالي داخل في بوليوريا بتعمل لي برضو هايبوتنشن. ثيرد سبيس لو في بقى اي يعني loss of the of blood او اي حاجه غير في الثيرد سبيس. سيرجيكال كوز زي سيرجيكال كوزز زي حالات النك اللي هو نيكروتايزنج انتيركولايتس لو حصل فيها بيرفوريشن، او لو حصل مال روتيشن او اوبستراكشن، كل الحاجات دي بتعمل بيعمل اوزنج، فبالتالي بيدخل البيبي في هايبوتنشن. هاي بوزيتيف انتراثوراسيك بريشر، هاي ماب اون كونفينشنال هاي فريكوانسي اوسيلاتوري فنتيليشن. انا دي بصراحه مش فاهمها. يعني هو يقصد لو في هاي بوزيتيف انتراثوراسيك بريشر نفس الوضع لو هو كانه عامل كاردياك تامبونات، والحالات في الموضوع ده ممكن الاقيه امتى؟ الاقي لو في هاي ماب اللي هو المين ارتيريال بريشر ولا المين ايروي بريشر، مش عارف بقى دي، بس يكون البيبي على conventional ventilation او لو على high frequency غالبا ده المين arterial pressure. sorry المين airway pressure مش المين arterial pressure. ده بيزود ال intrathoracic pressure، فبالتالي بيعمل زي cardiac tamponade، وبالتالي بيعمل hypotension عشان بيبقى في systemic obstruction. او لو في severe acidosis تمام، الـ pH less than 7 تمام، والدراجز اللي ممكن ندي مصر ريلاكسنت او انتي هايبرتنسيفز، فبيدخلوا يعكسهولي يدخلهولي في هايبوتنشن، او لو البيبي ده على مورفين وبالذات لو هو على فنتيليشن وعلى لونج سيديشن. طيب immediate treatment بتاع الهايبوتنشن aim is to treat cause and improve organ perfusion. لازم احافظ على الاورجان بيرفيوجن بتاعي عشان ما يدخليش في اكيوت رينال فيلير، او يدخل مثلا في سوبرا رينال هيموريج او انسفيشنسي. نوت تو كوريكت البلاد بريشر ريدنج، الهدف بتاعي ان انا اعدل الساينس بتاعتي اللي هو ال كان جبل الكابيلري ريفيل تايم والحاجات دي يعني، واليورين اوتبوت واللاكتيت والكلام ده، مش الهدف ان انا اعدل القراءه بتاعتي تمام. بعد ترانس إليمينيشن للتشيست تو اكسكلود ذا نيموسورس، طبعا هو بتبقى اكتر بالتشيست ليه، بس دي حاجه ارجنت لان انا لازم اتدخل بسرعه في الحالات اللي هي التنشن نيوموسوركس، فبعمل ترانس إليمينيت دي حاجه بيت سايد، ولو في بحط على طول اللي هي الكانيولا. طيب الفلويدز اللي بستخدمها جيف اف هايبوفوليميك، لو البيشنت ده هايبوفوليميك ما بديش اكتر من 10 ml per kg unless there is evidence of fluid or blood loss or sepsis تمام. يعني اذا كان في فلو لوس قدامي او هيموريج ممكن اكتر من 10 ml per kg. When it may be necessary to give more than this volume depending on the condition, otherwise start inotropes first. هو كان دايما بيقوله بندي اتنين مرتين، الظاهر هنا غير يعني احنا في العاده بندي مرتين 10 وبعدها 10، اذا ما استجابش نبقى الانوتروبس. هنا لا، بيقول هنا مره واحده بس، مره واحده بولس ما استجابش ببدا انوتروبس على طول. اف كلينيكال كونديشن بور، يعني مثلا بلاد بريشر از فيري لو، اور ذا مادر هاز بين تريتد ويز اي في انتي هايبرتنسيف ايجنتس، جيف انوتروبس افتر فلويد بولس على طول. يعني ما بستناش ان انا اشوف الريسبونس، بدي على طول البولس وببدا على طول الانوتروبس. طيب بدي ايه؟ بدي المعتاد، بدي الصوديوم كلورايد 0.9
على الدوز بتاعتنا طبعا اللي هي 10 ام ال بير كي جي اوفر 10 تو 15 مينيت اكسبت وين ذير از كواجيولوباثي ويز برايزنج جيف فريش فروزن بلازما. لو انا عندي شاكك مثلا في دي اي سي فبدي انا على طول بقى الايه الفريش فروزن بلازما طبعا لو متاح برضو على نفس الجرعه 10 ام بير كي جي اوفر مينيتس. احنا بنديها على مدار ربع ساعه, احنا بنديها على مدار نص ساعه. تمام. اكيوت بلاد لوس بندي باك ار بي سي لو في اكيوت بلاد لوس برضو بنفس الجرعه وبرضو على 30 دقيقه اللي نص ساعه. ري اسيس كلينيكال يوزين 10 مينيتس اوف ذا بولس, بدي البولس وبستنى 10 دقائق, بدي على 10 وبستنى 10 دقائق وبشوف اذا ما تحسنش ببدأ على طول على الانوتروبس. اف هايبوتنسيف بيرسيست ستارت انوتروبس. وطبعا لازم كل ده يكون معايا حد سينيور علشان البلان اوف مانجمنت. طيب الانوتروبس evidence for the best choice of inotropes is lacking and thus this guideline is suggested from the best possible evidence and the safety of the commonly used inotropes. يعني هو يقصد انه ما فيش very strong guideline في الموضوع ده, هو بياخد اكتر من best possible evidence يعني من اعلى حاجة موجودة وفي نفس الوقت بيراعي نقطة السيفتي في الحاجات اللي هي بتاعت الانوتروبس. بيبدأ بدوبامين تمام at 5 microgram per kg per minute ويعمل reassessment after 15 to 20 يزود او يقلل على حسب الريسبونس. وبصراحة يعني حتى ان احنا نعدل ومش نعدل دي هتبقى يعني ايه متهيألي مش مطلوبة مننا خالص دلوقتي, فايه رأيكم نعديها لان هي فيها كلام كتير وأرقام كتير مش مطلوبة مننا خالص في الامتحان. وعموما ماشيين على دوبامين عطى 10 وبعدين عطى تاني دوبيوتامين على 10 يعني مشى دوبامين ومشى دوبيوتامين مع بعض تمام, وبعدين زود من 20 بعدين زود الدوبامين ل 20 يعني بدأ بدوبة بعدين دوبيوتامين وزود الدوبيوتامين بعدين رجع للدوبامين علاه تاني ل 20. طيب وبعدين جيف هيدروكورتيزون 2.5 ملي جرام بير كي جي اي في اوفر 3 تو 4 مينيتس فولود باي 2.5 ملي جرام بير كي جي كل 6 ساعات لمده يومين ثلاثه اس نيسيسري. دونت يوز مور ذان 20 مايكروجرام بير كي جي بير مينيت اوف دوبامين لانه له الفا افكت ممكن تعمل بقى فازو كونستريكشن. الفا افكت كوزز فازو كونستريكشن. طب ما انا عايز الفازو كونستريكشن دي. طيب ان بيبيز ويز بور كاردياك فانكشن كونسيدر ستارتنج دوبيوتامين فيرست. لو في لو المشكله في الهارت ممكن ابدا بالدوبيوتامين الاول. طيب internal PPs requiring inotropes for pulmonary hypertension هنعدي هنا بقى inotropes مع pulmonary hypertension and infusion of noradrenaline or adrenaline may be required. طيب how inotropes ideally given via central line تمام, الافضل يتاخد through central line ولو هيتاخد peripheral line used during emergency في حالة الامرجنسي monitor site carefully for extravasation injury. يعني هو برضو بيتخاف منه زي الكالسيوم انه ممكن يعمل extravasation injury تمام. طيب continuing hypotension لو برضو مستمر لازم اعمل echo where possible to assess myocardial dysfunction or congenital heart disease. refractory hypotension بيروح ويجي seek senior advice before starting adrenaline infusion depending on individual circumstances, discuss alternate agents, the noradrenaline or vasopressin. Use of adrenaline in less than 26 weeks gestation should only occur after discussion with the consultant and used only as a temporary measure and withdrawn as quickly as possible. يعني adrenaline less than 26 weeks مش بنستخدمه.
زي ما قال قبل كده، لو عشان بس نفكر بعد، اظن الفي رابامين ما بيستخدمش قبل سنه، كان قالوا قبل كده في الـ في الـ في الاس في تي خدناها الصبح. طيب if acidotic with severe hypotension but not hypovolemic give adrenaline و monitor limb perfusion. طيب if calling for hypoxic ischemic encephalopathy، لو انا بقى بعمل عندي حالة اتش اي بعملها calling total body calling او كده، refer to the calling guideline، بمشف على calling guidelines، vasoconstrictive agents can reduce the peripheral perfusion. طيب البيشنت ده اللي هو الهايبوتنسيف بعمله مونيتورنج بايه؟ يعني برضه نفس الحاجات المعتاده، بلاد بريشر فيا ارتيريال لاين بريفرال او في الامبليكال، تمام، وتشيك الافكتيف ديليفري اوف ذا دراجز، بتاكد ان الدراجز اللي انا بديها يعني بتوصل للبيبي، بان انا اشوف الفوليوم ان سيرنج اورلي، بشوف فعلا ماشيه البامب سيرنج ولا مش ماشيه، تشيك فور ليكس يكون في اي ليكس عندي، انشور كوريكت بوزيشن، بتاكد من الكوركت بوزيشن بتاعت الامبليكال فينس كاثيتر، او لو عن لو انا مركب لونج لاين بتاكد من ده، بعمل تشيست عشان اتاكد واصله يعني في مكان مظبوط، وارجنت امبريتور ستيتس ورسنينج، لو في اي مشكله بعمله اكس ري تان، لوك فور اير ليك اور اوفر انفليشن، تمام، والساينز اوف تيشو بيرفيوجن، كل ده في المونيتورنج. بشوف البلاد جازز انكلودنج لاكتيت، تمام، وبيقول لو اكتر من 2.5 بيبقى دي تعتبر اللاكتيت هنا عاليه، وبشوف برضو اليورين اوتبوت لزان 1 ام ال بير كي جي بير اور، والكابيلاري ريفيل تايم، والهارت ريت، وبرضو لو الايكو ده متاح عندنا. طيب سبسيكوينت مانجمنت بقى بعد ما ظبطت الهايبوتنشن ده، ايه المانجمنت؟ if already on morphine and muscle relaxant infusion reduce the dosage if possible، تمام، if ventilated try to reduce the map من airway pressure without compromising chest inflation and oxygenation، بحاول اقلل الماب من غير ما اقلل الشست انفليشن بتاعي ولا ان انا اقلل الاكسجينيشن، تمام. if baby is acidotic and not responding to treatment consider sodium bicarbonate، يعني لو هو مش مستجيب على كل الحاجات دي ولسه في اسيدوزيس، في الحاله دي ممكن ابدا له اديله صوديوم بايكارب. weaning from the inotropes if hypotension improves، ببدا اعمل weaning from the inotropes اللي هو الدوبامين او الدوبيوتامين in 5 microgram per kilogram per minute decrement، يعني لو مثلا ماشي على 20 يبقى انزل لل 15 وبعدين لل 10 وبعدين لل 5، and adrenaline in 100 nanogram per kg per minute decrement as tolerated and directed by the senior advice، يعني بقلل وبشوف الريسبونس رأي كويسه، خلاص اقلل تاني، وطبعا على حسب الجايد لاين وعلى حسب السينيور ادفايس. طيب ناخد حاجه كمان، ناخد البيتا انتيداكتس ارتريوزس. طيب حد يا جماعه عايز يضيف حاجه، ولا حد عايز يعني يعمل ديسكشن لاي حاجه؟ تمام. طيب بيتنت داكتس ارتريوزس ريكوجنيشن اند assessment، هو الاول بيعمل بيعرف امتى ان احنا نعتبر ان البيبي ده عنده بي دي اي، فبيقول persistent patency of the ductus arteriosus is a failure of functional ductal closure by 48 hours or anatomical closure by aging 3 weeks.